ثالث أيام الكأس القارية في البادل كان مناسبة لصغار وصغيرات مدينة الداخلة للتعرف عن قرب على هذا الصنف الرياضي المغمور بالمغرب. مناسبة الكيدز داي عرف دأبت أسرة البادل على تنظيمه أينما حلت وارتحلت. كنعرف هذه الرياضة وكتعجبني بزاف، وجيت للداخلة باش نتعلم أكثر وباش نشوف لا كومبيتيسيون. انا جربت هاد التجربه وكانت احسن تجربه، وانا الحلم ديالي ان اكون بطلت ديال هاد ديال الباتل، وانا عزيزه ليا التنس. الادوار المتقدمه من المسابقه لدى السيدات وضع ثنائي منتخب البرتغال في طريق ثنائي منتخب اسبانيا بقياده بطله العالم ثماني مرات باولا ايراغيبيل، لتكون الغلبه لاصحاب الخبره والتجربه بواقع جولتين مقابل واحدة، ويعبرن للنهائي لملاقاة ثنائي الأختين نافارو من إسبانيا. تحسن كثيرا مستوى خصومنا من البرتغال في السنوات الأخيرة، المباراة كانت جد صعبة وتعين علينا إخراج أحسن ما لدينا لبلوغ مباراة النهاية. لدى الذكور فاز الثنائي البرتغالي على حساب ممثلي إسبانيا في واحدة من أقوى مباريات المسابقة بمجموعتين مقابل واحدة، ليضرب موعدا مع الثنائي الممثل للسنغال. نؤمن بقوة بحظوظنا للظفر في المباراة النهائية، وسنبذل قصارى جهدنا ما دمنا نثق في جودة العرض التقني الذي قدمناه طيلة مباريات هذه الكأس. نهائية النسخة الأولى من كأس القارات في البادل تعد عشية الاثنين بمواجهات حارقة ستكون لا محالة عروضا قوية وتقنية عالية المستوى بين ممثلي الدول المشاركة.